أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعت شخصا يقول: اللهم صل على أبي فاطمة، فهل هذا القول صحيح؟ وهل يساء به الظن من جهة العقيدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكنى أبا فاطمة، إنما هذا عند العوام، بعض العوام يقول هذا، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو أبو فاطمة رضي الله عنها لكن لا يكنى بها. وربما إن هذا يشجع الشيعة الذين تشيعون بزعمهم لأهل البيت ولفاطمة، يشجعهم هذا. نحن نحب فاطمة رضي الله عنها، وهي بنت رسولنا، وهي صحابية جليلة ومن أقرب القرابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نحبها ونحترمها، لكن لا نكني الرسول صلى الله عليه وسلم بها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.